حياكم الله، أخوكم عبد الله الودعاني مدير الشركات والتسويق جمعية التمور الإنسانية. طبعا حنا جمعية التمور الخدمات الإنسانية أول جمعية متخصصة لخدمة قطاع التمور وتمكين هذا القطاع وفق رؤية المملكة 2030. اليوم متواجدون في المؤتمر المدينة المنورة للأوقاف لعرض بعض برامج ومبادرات الجمعية النوعية التي تخدم كافة مناطق المملكة، أيضا عرض وقف الجمعية النوعي الذي بإذن الله سيرى النور قريبا. طبعا قامت الجمعية بتوفيق الله بمسك التمور الناتجة وفق البرنامج الوطني لتوزيع التمور مع التعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور. هناك تمور تنتجها الدولة توزع عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للجمعيات الخيرية. كان لنا دور في عملية التوزيع وتنظيم هذه العملية وفق تطلعات القيادة عز الله ووفق رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أيضا ولله الحمد قمنا بمبادرة الحفظ على التمور الزائدة بحيث لا يقوم أصحاب المنازل برميها في القمامة عزكم الله، لا، نحن نجمعها في أماكن مختلفة ونتصرف بها بالطريقة الصحيحة. أيضا ولله الحمد الجمعية أثنى عليها عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع وبرامجها النوعية. كما زرنا ولله الحمد سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر كنقطة أولى، وأيضا سيكون في زيارات أخرى لعدد من أمراء المناطق، حيث أن الجمعية تسعى إلى أن تخدم كافة مناطق مملكتنا الغالية. أيضا هناك منتجات تنتجها الجمعية من التمور مثل المعمول والكوكيز وغيرها من إنتاج التمور. أيضا التمر الزائد نسعى دائما إلى أن لا يذهب إلى أماكن غير صحيحة، نحن ننتج بديل السكر من التمور، أيضا دبس بديل لدبس الرمان والعسل الصناعي، وأيضا للأسر المنتجة ننتج لهم هذا العجين من التمر لصنع الحلويات. الجمعية أيضا نفذت ولله الحمد برامج مع عدد من رجال الأعمال والمسؤولين بما فيهم الشيخ ثنيان بن فهد ثنيان، قمنا بمبادرة توزيع التمور لمزرعته، وأيضا الشيخ عبد الله بن صالح الراجحي وزعنا تمور الجمعية القائم عليها. ولله الحمد الجمعية تعتبر جمعية وليدة ولكن سيكون لها مبادرات على مستوى عالي. للتواصل مع الجمعية هذه هي المواقع، ويسعدنا تواصلكم معنا، وإن شاء الله تجدون لدينا ما يسر كل مواطن سعودي. بإذن الله بيكون هناك برامج نوعية مختلفة تخدم قطاع التمور، كون هذا القطاع من أهم القطاعات الإنتاجية في المملكة وهو ثاني قطاع بعد قطاع النفط، وبإذن الله سيكون لنا بصمة رائعة ناجحة وفق رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة أعزها الله.